متاع. قال ابن عمر: كنت على بكر صعب. بكر يعني بكر جمل، هنا كلمة البعض يخطئ اصطلاحنا فيها. جاء القوم عن بكرة أبيهم، هل الصواب جاء القوم على بكرة أبيهم أو عن بكرة أبيهم؟ عن غلط. ما احنا اتفقنا على أن البكرة هي ماذا؟ الجمل. الجمل يعني ما تقول مثلا البكرة هي الجمل، باكارة من البكر، ليس البكر الفتاة البكر، ولكن تقول خيركم من بكر بالأنثى، يعني المولود الأول. فالبكرة هي الناق بالكاف، وتقال بكرة بتسكين الكاف، قال بفتحة وتقال بتسكين الكاف. فمثل قيل في أهل هوازن: جاء أهل هوازن على بكرة أبيهم، يعني جاءوا كلهم على جمل أبيهم، فهي أصح من عن بكرة أبيهم. فهمت البكرة يعني إيه؟ الجمل، الجمل ولا الناقة. سألتك يا أحمد بن راشد: ما الفرق بين الحصان والفرس؟ أظن أهل القاهرة لن يعرفوا هذا الفرق. اسكت. ما الفرق بين الحصان والفرس يا متكئ على العمود؟ الحصان كبير والفرس صغير. الفرس الأنثى، الفرس الأنثى، والحصان الذكر. طيب، قال ابن عمر: كنت على بكر صعب فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هو لك يا عبد الله.